بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تكلمنا من قبل في التربية الإسلامية على العقائد الفاسدة ياك والعقيدة الصحيحة ياك. وكنا قلنا بأن هذيك بأن كاين عقيدة واحدة هي العقيدة الصحيحة وهي اللي جا بها الإسلام ياك من خلال القرآن والسنة النبوية الشريفة ياك. ومن خلال هذاك الشيء اللي بينوا الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين اللي جاوا من بعد منه ياك. إذن هذا العقيدة الصحيحة هي اللي تتنبني أساسا على الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى بوحده وبدون شيء بلا ما تدخل شيء واحد معاه، سواء في القدرة سواء في الرزق سواء في علم الغيب أو إزالة الضرر ياك، جلب المنافع سواء في أو من خلال جلب المنافع ودفع الضرر ياك. إذن هاد العقيدة هي العقيدة الصحيحة، يعني ما أن الإنسان اللي تعتقد مثلا في بقرة بأنها إله هذه عقيدة فاسدة، والإله والإنسان اللي تعتقد بأن هاد الوجود بأنه جاء صدفة جاء بهكا غير صدفة هذه عقيدة فاسدة لأن لا تنبني على علم ياك. الإنسان اللي تعتقد في الأضرحة وفي الأولياء مثلا بأنهم غير ينفعوا يجلبوا المنافع ويدفعوا الضرار ياك، هذه عقيدة فاسدة ياك. والإنسان مثلا اللي تعلق التمائم ويعلق الحجابات إلى آخره عقيدة فاسدة. والإنسان اللي تبقى يدير البخور مثلا يمشي عند الشوافة ويمشي عند أي إنسان أنه يكشف لك هذاك الشيء اللي عندك ياك، إذن هذه عقيدة فاسدة ياك ولا لا. والإنسان مثلا تيشكك في يوم البعث، واللي تيشكك في يوم القيامة، واللي تيشكك في النشور بعد الموت، هذه عقيدة فاسدة ياك. إذن هاد العقائد كما تلاحظ هما كتار، يعني على حساب الإيمان وعلى حساب الشخصية ديال كل واحد، فهمتي؟ وعلى حساب ما تلقاه كل فرد. كل إنسان اللي تيزيد مثلا في واحد البيئة سليمة إلى آخره إذن غيتلقن عقيدة سليمة، ولكن الإنسان اللي تيزيد في واحد المنطقة الأهل مثلا الأهل ديالو والمدينة ديالو الشارع والمدينة ومثلا البيئة اللي تيزيد في البيئة ديالو اللي تيعيش فيها كلها تتآمن بواحد المعتقد معين، إذن فهو أيضا غادي يمشي على هذا النهج، فهمتي ولا لا؟ تا هو غادي يعتقد كما تعتقدوا. هنا غنشوفوا العقيدة الفاسدة وآثارها. العقيدة الفاسدة هي الاعتقاد أو السلوك، هي اعتقاد أو سلوك منحرف مخالف للشرع الإسلامي، وإتي على رأسها إنكار وجود الله ياك، وجود الله تعالى، أو الاعتراف بوجوده أو الاعتراف بوجوده مع إشراك غيره به سبحانه في العبادة. وسميت عقيدة فاسدة لأنها لا تنسجم مع فطرة الإنسان التي فطر عليها، وهي الإيمان بالله وحده لا شريك له، ولأنها لا تستند على دليل عقلي وإنما تستند على الأوهام، وبذلك فهذه عقيدة ضارة. شبهها الله تعالى بالشجرة الخبيثة ذات الثمار المرة والجذور الواهية، قال تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ياك. إذن كما تلاحظ هنا بأن العقائد الفاسدة في أغلبها لا تستند على عقل، فهمتي، ولا تستند على منطق، ولا تستند على استدلال، يعني تكون فقط في الغالب ديالها تكون فقط هوى، فهمتي ولا لا؟ تكون هوى داخلي ياك، ويعني واحد كما تنقولوا حنا نزغ شيطاني ياك في الداخل ديال داك الانسان. الانسان تيكون عنده في النفسيه ديالو ما تتكونش مستويه، اذا شنو تيمشي هو على الهوى ديالو تيبقى يفسر، ولو انه تيجيب بعض الطلاسم اللي تتبان على انها علميه ولكن في الحقيقه لا اساس لها من الصحه ياك. وحنا غنسوقوا بعض الادله الحقيقيه الواقعه ياك
المستجدة واللي ظهرت مؤخرا. الحمد لله كاين شي امور غنجبدوها في هذا المجال هذا واللي تتبان من خلال هذاك الاستدلال ومن خلال ذاك العقلية اللي تيسوقوها بأنها لا أساس لها من الصحة. فهمتي ولا؟ والغريب في الأمر أنك تتلقى بعض القنوات أنها يعني تصفق وتقدم هؤلاء الأشخاص. فهمتي ولا؟ علاش؟ لأن في الحقيقة في مصلحتها، لأن هذه القنوات هي تنتمي لواحد واحد المجتمع مثلا يعادي الإسلام ياك، ويخشى الإسلام بطبيعة الحال، فغادي تقلب على ناس من بيناتنا. فهمتي؟ من بينات المسلمين اللي عندهم هاد الفكر. فهمتي؟ في الحقيقة يعني هما هاد الناس ما عندهم حتى شي توجه، ما هما يعني غربيين بالمعنى الحقيقي، تتبنوا داك النهج الغربي بما فيه من حسنات وسيئات، وما هما بمسلمين يعني متشبعين بالقيم ديالهم، يعني حتى القيم ديالهم الإسلامية أنهم تجاهلوها. الحمد لله عندهم بعض الشذرات، بعض اللقطات يعني، وفي الغالب أنهم قارينها عن الغرب ومقتنعين بها، يعني هما ما قارينش الفكر ديالهم وما قارينش التاريخ ديالهم. الحمد لله يعني واخدين من خلال الغرب، النظرة ديال الغرب اللي تيروجها الغرب لأنه تيخاف من الإسلام وما باغيش، ما عمرش واحد تيعاديك يقول عليك انت مزيان. فهمت ولا؟ ما تيحملش ناس كان تعتبرهم هو بانهم استعمروه، لان المسلمين كانوا تيقوموا بغزوات لنشر الاسلام. فهمتي؟ بطبيعه الحال ما نقولوش بان جميع المسلمين كانوا مزيانين. فهمت ولا؟ بطبيعه الحال كانت اخطاء تتوقع. فهمت ولا؟ ولكن هما تيشدوا ديك الحاجه، داك الخطا تيكبروه، وداك الحاجه الزوينه اللي داروا المسلمين تيصغروها. وهاد الناس اللي جاوا من عندنا حنا وقراو وترباو في الغرب الى اخره، شنو غيقراو؟ غيجيو عندنا ويقراو على الاسلام؟ تيقراو من عند الغرب. فهمتي؟ لا. اذا دوك الناس ديال الغرب ما باغينش الشعوب ديالهم تولي مسلمه. فهمتي؟ تيقول لك لا، كيفاش حنا نتبعوا الاخرين؟ حنا عندنا حنا تاريخ ديالنا، ولو انه خاطئ. تيقول لك المهم حنا عندنا تاريخنا، حنا حضاره، حنا الصناعه، وحنا عندنا التقدم العلمي الى اخره، حنا عندنا الدين ديالنا. اذا تيقول لك حنا ما خاصناش نتبعوهم في الدين ديالهم. فهمتي ولا؟ اذا تياخذوا ديك المشاكل اللي عند المسلمين وتكبروها. هاد الناس اللي قراو عندهم من عندنا حنايا مسلمين، سميتو مصطفى، سميتو محمد، سميتو بوعزة الى اخره، تياخذ هاد الافكار ملي تبدا ينشرها تعيطوا عليه هاد الاذاعات، اش يقول له؟ تيقول له تكلم وتبينوا للمسلمين زعما ها هو من عندكم. فهمتي؟ ها هو من عندكم وشنو تيقول. لدرجة أن واحد مؤخرا ربينه تيقول بأنه كان داعية وكان مسلم وكان تنشر الدين. فهمتي؟ وكان تعطي الفتاوي، ودابا هو هرب الميريكان شنو، وتيقول بأن الإسلام راه ما منه حتى شي حاجة، وبأنه غير مكتوب، وبأن راه أنا دابا عاد فهمت، وبأنني أنت كنتي داعية وعاد فهمتي، وبأنني عاد يعني بأن الإسلام راه ماشي حقيقي، وبأن هذا الكون راه ما عندوش شي خالق، وبأنه راه جا غير صدفة. شوف شنو هذا السيد اش تقول عليه؟ يا إما وقعت له شي حاجة شي فويت، يا إما أنه كان مجند. فهمتي؟ يعني مجندين ومن الصور يوجدوه بأنك كيفاش خاصك دير، كيفاش خاصك دير، وهذا الشيء تيوقع. فهمتي؟ تم اللي كبر مثلا يجرو يقول ها هو يعني وصلتي للبلاصة اللي خاصك تقلب فيها. اذا في الاول تيجي على اساس انه مسلم، وهذا الشيء وقع في التاريخ الاسلامي. فهمتي؟ من بعد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، يعني وقع بحال داك اليهودي اللي معروف عليه بنو سابع، دار راسو سلم، وفي الاخر شنو تيدير؟ بدا هو تيعطي النصائح، خاصنا الامر بالمعروف وخاصنا النهو بالمنكر. وشنو تيدير بالامر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ شنو خاصو يعارض الخليفه؟ احسن جهاد هو تقول واحد الكلمه قدام السلطان جائر، وشنو تيجي؟ تيجي باش شنو المهم ديالو؟ هو خاصو يعارض الخليفه الثالث. اذا عثمان بن عفان رضوان الله عليه لقى هاد الصنف ديال هاد الناس، يعني اشتكى من يعني عانى من هاد الناس هادو. وللاسف ان المسلمين كثار انخادعوا به، لانهم شافوا هذا
ابن سابع عبد الله بن سابع شافوه سلام وشافوا هذا يهودي وقال الحق وبانه وشوف خلى الدين ديالو وتبع الاسلام، هذا راه يعني راه انسان منصف هذا، اذا الناس تبعوه ولاو قراب ليه، ولا مباشره عن طريق بطريقه غير مباشره ملي تيقول لهم خاصنا نقاوموا خاصنا نرفعوا الظلم الى اخره، وبان الخليفه راه خطا في هذه المساله وخاصنا نقاوموه وخاصنا هما شنو قوم بهم الغرض، خاصهم يحيدوه خاصهم يحاصروه الحمد لله، لدرجة أنهم فقوا في الآخر حتى قتلوا الخليفة الثالث. علاش؟ بهذه المسألة بالتحريض. إذن هاد الناس معروفين من القديم تندسوا في المسلمين وتنشروا بحال هاد العقائد الحمد لله. سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ياك تيعطينا جوج ديال الأنواع ديال الكلمة، كاينة وضرب الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وأصلها وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ياك، وضرب الله شنق ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني أن الله شوف الكلمة اللي قلتي واحد الكلمة زوينة تبقى الآثار ديالها، شو الفرق كدير أن الإنسان يصبر ويتبت راسه وتكون عنده واحد الحكمة في الكلام دياله في الرؤية دياله ياك وفي الأفعال دياله، يعني يكون ديما يبني الفعل دياله على ما ينفع، على ما ينفع ينفع نفسه بطبيعته وينفع مجتمعه الحمد لله. يكون انسان منصف مع نفسه اولا ومع الناس الحمد لله. اذا باش تكون باش تقول انت واحد الكلمه طيبه ضروري تكون بهذا الشكل، وملي تقول ديك الكلمه الطيبه تتناقلوها عليك الناس وتستافدوا منها وتبقى يقولوا قال فلان الله يرحمه فهمتي، لنفرض مثلا بان الانسان مات وتتبقى تقال بحال دابا تنقراو على علماء قدام ديالنا الحمد لله، تنقولوا قال ابن حجر او قال الذهبي او قال ابن تيميه او قال فهمتي او قال ابن القيم الى اخره الى اخره الى اخره ياك، او قال الصحابه رضوان الله عليهم، اذا تيقول واحد الاجتهاد وتيقول واحد الكلمه مزيانه، اذا شنو هذه الكلمه تتبقى تتكبر بحال شي شجره وتتبقى تعطي ديك الفواكه ديالها كل واحد تيستافد منها، ولكن واحد اللي قال واحد الكلمه خايبه كيفاش راه بحال زرعتي واحد الشجره خايبه فهمتي، كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، يعني انها الارض تتلفظها فهمتي، تتلفظ يعني ما تتحملهاش تتقلع من الارض وما عندها حتى شي مكان، تبقى عندها حتى شي مكان ما تبقاش مستقره في بلاصتها كتبقاش بلاصتها وهذه تلقى حتى في الكلمات الخبيثه تلقى ما عندها حتى شي اتجاه، الكلمات الناس اللي تيقولوا هذا الكلام الخايب سواء من خلال العقائد ديالهم بطبيعه الحال، الانسان اللي غايقول الكلام مش تلهيه ما يكون الا انسان عنده عقيده فاسده، لان الانسان اللي عنده عقيده مزيانه ما يقول الا الكلام المزيان فهمت ولا، وغادي يستافدوا منه الناس كيما ما يكون النوع ديال هاد الناس سواء من الجنس ديالو او من جنس اخر فهمت ولا، لأن الناس كلهم عباد الله سبحانه وتعالى بكافريهم وبمؤمنهم ياكل الله، ولكن في الأخير تبقى الجزاء ياكل الله. إذن هاد الإنسان اللي تيقول هاد الكلمة الخبيثة وتياخذوها الأتباع ديالو وتيشنعوها وتبقى يكثر الحرب وتبقى تيكثر الفساد وتيكثر الظلم، إذن شنو راه بحال زرع واحد الشجرة خايبة، واش الشجرة خايبة أصلا راه ما تكون إلا من واحد العقيدة فاسدة الحمد لله، بحال اليهود دابا اليهود مثلا اليهود عندهم تيقول لك حنا هما الساده ديال العالم وبان بان البشريه كلها خدام ديالنا، اذا هذا الانسان اللي غيتزاد يهودي يتزاد في واحد الاسره يهوديه ياك وسمع هذا الكلام وتعلمه واش غيبقى ينظر للناس للشعوب الاخرى باحترام، واش غيبقى يحترمهم؟ لا. اذا كيفاش غيطلع؟ غيطلع يعني ديكتاتور الحمد لله، يبغي يسيطر على الشعوب الاخرى، وهذه من المسائل اللي عندهم بالصح الحمد لله. تيقول لك حنا هما الساده ديال العالم وبان حنا اللي هو الله سبحانه وتعالى راه في القران تيقولها بانه كان واحد القيته فضلهم، وكيفاش فضلهم؟ لان عطاهم الرساله قال لهم لا سيروا انتم هما احسن الناس، علاش؟ لانكم بفعل وبفضل هذه الرساله اللي عطيتكم الحمد لله. الا مشيتوا تقمتوا بالعمل ديالكم واستجبتوا للاوامر ديالي واجتنبتوا النواهي ديالي انتم راكم احسن الشعوب، علاش؟ لانكم غترسلوا لانكم غتفرقوا الرسائل ديالي، لانكم نتوما
هما الواس يعني انتم اللي غتحملوا المشعل ياك ديال الهدايه ديال الانسانيه. ولكن واش هما تبعوا داكشي اللي قال لهم الله سبحانه وتعالى؟ لا، بدوا تيحرفوا يحرفون الكلمه عن مواضيعه، وتبداو يشريو يبداو يبيعوا ويشريو في الكلام ديال الله سبحانه وتعالى. هذه ما عجبتهمش حيدوا، هذه داروا يزيدوا فيها ياك ولا لا؟ اذا وحرفوا الكتاب ديالهم. اذا واش هاد اليهود غيبقاو خير شعب بصح للناس؟ لا. وكذلك بالنسبه للمسلمين، هاد القاعده الله سبحانه وتعالى ما تعزلش فيها شي واحد. دابا جات الدور ديال المسلمين. المسلمين دابا واش قايمين بالدور ديالهم؟ كان كاينه واحد تلق هي اللي قايمه بهذا الدور الحمد لله، ولكن الباقيه الصاحقه من المسلمين انها جاهله الدين ديالها، بل انها تضرب في الدين ديالها. ملي تلقى جوج ديال الفروق او ثلاثه الفروق او اربعه الفروق، كل واحد تيقول لك انا اللي عندي الحق، فهمتي؟ وهذا تيضرب الاخر، شنو معنيتها؟ يعني راه ما حتى واحد ما عنده الحق، فهمتي ولا؟ والغالي والمشكله ان عندهم اختلافات بسيطه، ماشي شي اختلافات يعني في الاصل، فهمتي ولا؟ اغلب المشاكل اللي عند المسلمين دابا طبيعه الحال بعض بعض الحالات، بغض النظر على بعض الحالات، ان اغلب المسلمين اليوم ما عندهمش شي فرق كبير، ولكن المشكله انهم تيتشبثوا بديك بديك الحبات الصغار وتيجعلوا منا قبه، الحمد لله. اذا المسلمين ايضا ما تيخرجوش على هاد النطاق. الله سبحانه وتعالى ما تيفرش بينات العباد ديالو ياك. الله سبحانه وتعالى ما تيفرقش بينات العباد ديالو، سواء انت يهودي او مسلم، هاد يعني بعض الاختلافات في الشرائع. والله سبحانه وتعالى على حسب الانسان، مثل الانسان يالله ملي كان تيتطور الانسان يالله سير تيعرف شي حوايج، فهمتي؟ منذ الخلقه ديالو. واش الانسان ديال دابا هو شحال هذه؟ الانسان دابا راه اكتشف شي حوايج وفهم بزاف ديال الدقائق، فهمتي ولا؟ ولا تيستعمل اجهزه وتطور. والانسان ديال شحال هذه شنو كان؟ ما كان يالله تيعرف يقطف الثمار ربما كذا، ولا تيدير الزراعه، ولا تيدير الحمد لله، وشو يولي يبني الديور ديالو الى اخره. اذا الله سبحانه وتعالى تمشيا مع هذا الناموس اللي خلقه هو، يعني هذا السنه اللي خلق في هذه الحياه، بان كل شيء يخضع للتطور ياك. الله سبحانه وتعالى خالق هذا النظام هكا، كل شيء يمشي بتطور، كل شيء يمشي درجه درجه الحمد لله. اذا فالناس الاولين نزل لهم واحد الشرائع على قدهم، شويه جات شرائع اخرى على قد الاخرين، الى ان جاءت الرساله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعت جميع الشرائع اللي قبل وزادت عليها، فهي شريعه مهيمنه، فهمتي ولا؟ لانها وصلت لواحد الدرجه اللي غتبقى مع الانسانيه الى ان تقوم الساعه. هاد الشرائع اللي نزل الله سبحانه وتعالى ديال الاسلام يعني متطوره تتواكب جميع العصور، الحمد لله، انها تتواكب جميع العصور، يعني في هذاك الشيء اللي غتحتاج الانسانيه حتى تقوم الساعه، الحمد لله. ماشي بحال الشرائع الاخرى اللي كانت، حتى هي كانت شرائع موجهه لناس وفيها واحد فيها شنو خاصهم يعملوا شنو خاصهم يجتنبوا ياك ولا لا؟ ولكن ماشي بحال الاسلام. الاسلام فيه شي حوايج اكثر، الحمد لله. اذا في مثلا معجزه، في اعجاز علمي، في اعجاز رقمي، في اعجاز لغوي، فيه لفظي الى اخره، فيه يعني بلاغه قرانيه، فيه اعتمد في الاصل ديالو على اللغه العربيه ياك. اللغه العربيه تنعرفوها بانها يعني لغه ماشي سهله، فهمتي؟ لغه واسعه وشاسعه، يعني تتلقى مثلا بحال تعرف بان الاسد عنده 100 اسم مثلا، فهمتي ولا؟ يعني ماشي بحال لغات اخرى، فهمتي؟ يعني لغه ميمكنش للاسلام انه يؤدي الوظيفه ديالو الا لنزل بهاد الكسوه، يعني عن طريق اللغه العربيه، فهمتي ولا؟ يعني لما لبش اللغه العربيه ما يقدرش يؤدي الوظيفه ديالو. اذا اللغه العربيه هي الوسيله ديال الاسلام ياك، باش يؤدي المعنى الحقيقي، اشنو بغى يقول لنا الله سبحانه وتعالى، تيوصل لنا اللغه العربيه، تيوصل لنا المعنى بمعناه. انت دابا لك تقرا القران وتتكون تدبرو، فهمتي؟ وتجي واحد المده وتعاود تقرا، ملي تقرا واحد الايه
تتوصل واحد المعنى تيشدك واحد الخشوع، فهمت ولا لا؟ وتدوز الايام وتتعود القران مثلا كملتي وعاودتي تتعود فيه وتقرا نفس الايه ويضاف لك معنى اخر، يعني فهمت ولا لا؟ قد ما توسعتي انت تلقاها، تلقى القران باللغه عن طريق اللغه العربيه انه سابقك، فهمت ولا لا؟ يعني احسن من عبر عن القران الكريم هي اللغه العربيه. العقيده الفاسده يعني شبه الله سبحانه وتعالى هنا بواحد الشجره، فهمتي؟ انك ملي تنشر واحد العقيده فاسده يعني هي عن طريق الكلام، فهمتي ولا لا؟ ما يمكنكش تنشرها هكا عن طريق الحركات، ضروري غتقول واحد الكلمه. اذا هذه الكلمه الخبيثه غتكون بحال شجره خبيثه، يعني ما عمرها يعني غتبقى تضر عباد الله، ولكن طبيعة الحال في الاخير ما غيكون عندها تقرار. ومن اسباب انتشارها نجد اتباع الهوى، يعني ما كاينش اكثر الناس الان اللي ملحدين، ياك كاين ملحدين دابا تيقول لك الله ما كاينش، الا ناقشتيه ما يقدرش يزيد معك، ما يزيدش معك. اي واحد ضعيف في الاسلام يكون عنده شويه معرفه، فهمتي؟ معرفه حقيقيه، مش غير تابع غير حافظ، فهمتي؟ يكون يعرف ومعارف بسيطه في الاسلام ما يقدرش يزيد مع هذاك الملحد اللي تيقول بان الله ما كاينش ويبدا يعطيك بشي، فهمتي ولا لا؟ وتيبداو يتهربوا. اذا شنو هو؟ فقط يتبع الهوى، فهمتي ولا لا؟ وجهل الناس بامور دينهم، يعني من المسائل الاخرى انهم تيجهلوا بالامور ديال الدين ديالهم. لو انه عرف الدين ديالو بصح ما غيقدرش يخرج، غيلقى داكشي اللي باغي، فهمتي ولا لا؟ والتقليد الاعمى لبعض السلوك المخالف للعقيده الاسلاميه، يعني شنو هو؟ والتقليد الاعمى لبعض انواع السلوك المخالف للعقيده الاسلاميه. كاين بعض الامور تدوز عندنا حنا وتعتبروها الناس بانها راه من الاسلام، وهي ما عندها علاقه بالاسلام، هي فقط من التقاليد والناس حافظوا عليها، فهمتي ولا لا؟ لما تلخدينا مثلا عاشورا الناس تيشعلوا العافيه، واش الاسلام تيقول نشعلوا العافيه؟ لا، هذيك تقليد الناس والفو، فهمتي؟ يقدر هذاك السيد يشعل العافيه وحرق شي حرق البنوات، يحرق شي منطقه وتشعل العافيه، فهمتي ولا لا؟ يحرق شي مخزن، يحرق، وقعات هاد المسائل، تحرقوا مخازن في شركات يستوردوا هاد المفرقعات الى اخره. اذا شنو نرجعوا للاسلام؟ نقولوا هو الاسلام هو اللي قال عاشورا؟ ما قالكش الرسول صلى الله عليه وسلم تنعرفوا بانه صام داك النهار. اذا حنا عندنا بعض المسائل اللي ماشي تلهي، حنا خاصنا نراجعوا نفوسنا، ياك ولا لا؟ من مظاهر العقيده الفاسده واثارها، من المظاهر ديالها، من المسائل اللي تتبان لينا، المظاهر يعني شحال تظهر لينا، فهمتي؟ من مظاهر العقيده الفاسده واثارها الشرك، وهو عباده الهه اخرى من دون الله او عباده الله مع اشراك غيره به في العباده. اما انك تعبد واحد الحاجه اخرى وتقول هذا هو الاله ديالي، ياك، واما انك تقول الله راه كاين ولكن حتى هذا راه مع الله، فهمتي ولا لا؟ بحال تيقول لك اودي هاد الضريح راه تيتوسط لينا الله، الله سبحانه وتعالى تيقول لك خلي شي واحد يتوسط لك، تيقول لك دعيني مباشره، ادعوني استجب لكم، ياك، ودعوني استجب لكم، ياك ولا لا؟ اذا الله سبحانه وتعالى ما تيحتاجش الواسطه، ياك ولا لا؟ سواء كانت هذه الالهه المزعومه صنما او حيوانا او كوكبا او انسانا، يعني ان هاد الالهه اللي تيزعموها بعض الناس اما تكون صنم بحال اللي كان عند العرب شحال هذه، واما حيوانا بحال اللي عند هذوك الهندوس، او كوكبا بحال اللي كان في عهد سيدنا ابراهيم، ياك، تعبدوا الكواكب، او انسانا، كاين بعض الناس تعتبروا بان هذاك الانسان راه اله بحال فرعون، ياك. وقد وصف الله تعالى هذا النوع من الشرك بالظلم العظيم، ياك، بالظلم الاكبر، ياك، وصف الله بانه ظلم اكبر، قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم، ياك، سوره لقمان. كما يدخل ضمن هذا النوع من الشرك التوسل في قضاء الحوائج بالأضريحة، يعني انك تمشي للضريح وتبقى تقول له يا فلان توسط لي على الله مثلا يقضي لي هذه الحاجه، بغيت انا مثلا ما انا مثلا ولدت بغيت باش يولي عنده ولد، او تعطيني ذريه صالحه، او شايف يعني هذاك الضريح راه ما تيدير حتى حاجه، فهمتي؟ لطلب انجاب الاولاد بحال بعض الاضرحه عندنا حنا، ياك، وشفاء المرضى وغيرها، وهذا الشيء تيوقع عندنا بكثره. كاين ناس تمشي لمولاي بو عزا، كاين ناس تمشي لبويا عمر، كاين ناس تمشيو لبوشعيب سيدي بوشعيب الدكالي او شي حاجه بحال هكا، ياك.
كاين تيمشيو للهادي بن عيسى، كاين بزاف فهمتي، سيدي محمد بن سليمان، يعني هادشي شائع عندنا بواحد الدرجه كبيره فهمتي. الحلف الحلف بغير الله فهمتي، انك تقول حق هاد الوالي ولا حق هاد الجامع فهمتي، اذا هذا لا يجوز، لان انا اعتبرتي هذاك بحال شي حاجه كبيره. والحلف بالنبي حرام، حتى انك تقول حق رسول الله، ياك رسول الله شي حاجه كبيره وما عندكش حق تحلف به. هو كاين شي واحد اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا الرسول صلى الله عليه وسلم راه احسن من هذا وارفع من هذا من هاد الاولياء الحمد لله، ومع ذلك لا يجوز الحلف به. او الوالد ياك، او الوالد او الكعبه او الاب، متحلفش بالكعبه لان الحلف لا يكون الا بالله، يعني الله سبحانه وتعالى بوحدو، هو الشيء راه واضح باسمائه او بصفاته. فعن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، اللي غيحلف يحلف بالله وليسكت ياك. البخاري كتاب الشهادات باب كيف يستحلف ياك، ولا كيف يستحلف. السحر، كل انواع السحر ابطلها الاسلام وعدها من عمل الشيطان. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ياك، وما انزل على ما وما انزل على الملك الملكين بابل هاروت وماروت ياك، سورة البقرة. كما عدها رسول الله. السحر هذاك الشعوذة ولا السحر الخداع؟ جميع انواع السحر. السحر الخداع طبعا هذاك هو لا يجوز تخدع الناس. كما عدها رسول، هذه كتتسمى غير سميتو السحر، هو ديال هذا السحر اللي تهضر بالخصوص هنا، هو ماشي لعب، هو اللي تيخدموا بعض المشعوذات فهمتي، او المشعوذين من الفقهاء الناس، يعني ديالنا اللي ما تيخافوش الله، تيبقى يكتب لك شي حاجه وتيقول لك سير دير هذا الفلان وراه غادي يوقع له، راه غيوقع له فهمتي ولا لا. كاينه شي وحده مثلا تتبغي شي واحد بغات تزوجو، تقول ليه خاص تمشي عند الفقيه تقول له دير لي حجاب هذاك باش يجي يخطبني ولا يتزوجني، او انني انا حتى واحد ما تقدم ليا دير لي حجاب ولا دير لي واحد السحر بغيت نزور الناس، او مثلا بصح كيوقع تيوقع هادشي. كما عدها رسول الله من الموبقات السبع، يعني هذا السحر اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع، يعني من اخطر الشرور ياك. ما عدها رسول الله من الموبقات السبع ياك. طبعا بحال هذا السحر كاين هذه القضيه ديال هذا الشيء اللي ذكرنا دابا، وكاين السحر بحال ديال سحره فرعون، هذوك ماشي تعزموا ولا شي حاجه، او يعني عندهم خداع فهمتي ولا، يعني خداع تيجيبوا لك شي زئبق او يديروا في شي ماده بحال هكا تيبان لك انت بواحد الشكل معين، خداع العين تيخدعوا العين فهمتي. حتى القران تيذكر بهذا المعنى ياك. اذا هذاك هو نوع من السحر، ولكن هذاك يعني فقط باش تخدع الناس، وطبيعه الحال حتى هو لا يجوز، لانك انت ما تستغفل الناس، لان دوك السحره اش كانوا تيقولوا الناس، تيقولوا بان هذا الشيء راه عندنا قوه، وبان هذا الشيء راه بعزه فرعون، وبان هذا الشيء راه تيوقع، يعني باش يعطيو واحد واحد الهاله الفرعون باش يزيدوا يعبدوه، بان راه فرعون بالصحراء اله فهمتي ولا. يعني تقول شوفوا الاثر ديال فرعون، يعني راه اله هذا، اذا شنو واش هذه حرام ولا حلال؟ حرام طبيعي الحال، انت غتخلع تخدع الناس، لان بغيت تدخلهم انت في عقيده فاسده فهمتي ولا، انت باغي تجلب لهم عقيده فاسده في العوض اللي غاديين يبقاو يعرفوا الله. راه شاجه كبيره بزاف باش يعرفوا الله سبحانه وتعالى بوحدو، بغيتي تدخل انت مع فرعون وتدير جميع الوسائل باش فرعون يدخل مع الله سبحانه وتعالى، اذا انت تتلعب في الشرك الحمد لله، انت ماشي انت تتزعم الشرك، انت باغي تزور الناس الشرك. يعني بالالاف الى الشرك الحمد لله، اذا انت غتحمل مسؤوليتك في هذه المساله. اذا هذاك الشيء علاش ملي عرفوا الحقيقه عند سيدنا موسى عليه السلام، طبيعه هذيك الساعه رجعوا الطريق، طبيعه الحال ربما تكون شي حاجه منهم ما. ولكن كما تذكر القران انهم غير شافوا امنهم موسى فاش ضرب العصا، ما اي عرفوا داكشي، بان عرفوا داكشي راه حقيقي، ماشي بحال اللي دايرين هما في جزر وسط وغرق فرعون، كاين اللي كاع ما امنوا به، انهم اللي ما امنوش اللي مع موسى، واخا ديك المعجزه فاش فرق البحار هادو من اليهود، هادو اللي كاع ما امنوا معاه، اي راه اليهود معروف الله سبحانه وتعالى تذكرهم في القران، وتذكر السيره ديالهم بان كان عندهم واحد التاريخ، مش غنقولوا كلهم فهمتي ولا، ولكن الاكثريه ديالهم كانت بحال هذا الشكل، تيبقاو يشكوا ما تيش تيضغيتي نساو، تيوصي موسى
يجي يلقاهم عبدو العجل يوصلهم شوي يقول الله يقول يلا دخلوا هذه القريه يقول لا عسير تو ربك قاتل احنا من بعد احنا غندخلوا يعني داك الشيء تياخذوه بحال تتهضر مع شي دري صغير هاي كيفاش يعني كانوا بهذا الشكل يعني ملي قال لهم دخلوا القريه كما قلنا دخلوا هذه القريه يعني دخلوا لفلسطين ديك الساعه ما قدروش قالوا راه ان فيها قوما جبارين فهمتي قالوا لموسى سير قاتل انت وربك وحنا راه حنا قاعدين حتى غنتسناوك عاوتاني ملي قال لهم ذبحوا بقره قالوا اين بقره عيام يقول لهم صفراء اين هي راه ورينا اش من اللون ديالها راه تشابهت علينا قول لنا يعني حتى الخروق وذبحوها وما باغينش اي قصه في سوره البقره راه كاينه في سوره البقره نيت راه تسمات بسميتها سوره البقره راه تسمات عليه هذه الحمد لله المهم هما قصتهم طويله الحمد لله هما قصتهم اي يعني ان الله سبحانه وتعالى كيفاش انه يعني فضلهم على العالمين ولكن هما ما شدوش الطريق كما ينبغي الحمد لله كاين قلنا السحر وكاين الكهانه وهي التي يدعي صاحبها القدره على الاخبار عن الغيبيات ومعرفه ما في الضمائر ياك وتعد بدورها شركا فعن صوفية رضي الله عنها قالت لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة لمشيتي غير واحد مدونة بغيت نجربه 40 ليلة ما تقبلش منك الصلاة 40 ليلة ما تقبلش منك الصلاة لمشيتي عند عراف باش يقول لك شنو عندك يقول لك شنو غيكون عندك تقول له ودي انا راه عندي واحد المشكل وبغيتك تقول لي شنو غيقدر يكون عندي فيه الى اخره وتبدا يقول لك انت كذا وانت كذا وانت راه عندك وغادي يجيك واحد العمل وراه مهم وانت عندك واحد الحظ سعيد راه في القريب غادي تشوفه الى اخره تبدا يقول لك بحال هذا الشكل الا مشيتي عاد السيد يبدا يقول لك بحال هكا راه فراسك 40 ليله ما غتقبلش منك الصلاه ياك ما تصليش 40 ليله اللي واخا تصلي ما غتقبلش انت خاصك تصلي ولكن راه ما غتقبلش منك اما اثار العقيده الفاسده فتظهر في انتشار الخرافات وتصديق المشعوذين والسحره والتماس النفع من الاموات مما يؤدي الى التخلف والى اهانه الانسان والحط من قدره والخسران في الاخره ويتم علاج هذه المظاهر بالرجوع الى كتاب الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما وحضور مجالس العلم ومصاحبه الصالحين يعني ان هاد الشعوذه وهاد الكهانه وهاد ياك وهاد الاشتراك بالله وهاد الشيء تدخل تحت منه بزاف ديال التفرعات ياك من انك تمشي للاموات من انك تمشي للاضرحه انك تمشي عند العرافات انك تمشي عند المشعوذين والمشعوذات الى اخره تيجيك واحد المرض مثلا تتولي تباغي تجرب اي حاجه راه كاين الناس اللي تيوقع لهم هاد المشكل تيقول لك انا مرضت وعانيت بزاف ولكن بقى لي غير هاد السيد بحال وقع مؤخرا واحد خينا في السخيرات هنا جايين عندو الالاف ديال الناس والاعلام داير ليه واحد الضجه واش تتصور انت واحد عندو طاقه في يديه فهمتي طاقه في يديه هو يدوز عليك هو تبرق ونصارى عندك تصعب حتى هاد الشيء ديال الجهل راه عندنا غير حنا تعب نصارى ودابا ملي تيجيو نصارى تيزيدو هاد المسلمين يطيحوا اكثر تيقولوا شوف ونصارى واش حنا كاين اكثر من نصارى واش فاهم من نصارى نصارت مرات يلعبوا عليهم راه عندهم الناس ديالهم تيلعبوا عليهم فهمتي ولا اذا اجنوا يعني تيطيحوا دوك الناس بواحد الدرجه كبيره لدرجه ان واحد التقرير انا شفتو تما ولعب عليه هو بواحد الدرجه كبيره اشنو جا عنده واحد السيد عشك في راسه قال انا واقيلا عندي الصيده جا عنده قال له انا غنكتب لك كذا وغتمشي بخير وهذاك السيد معاه هو كتب له قال وعارف بان السيد عنده واحد الصيت ودوز له ديك اليد ديالو يعني في المورال ديالو في الدماغ ديالو في العقل الباطني ديالو حس بانه راه غيتحسن حيت من المسائل اللي تتخلي الانسان يتحسن مزيان هو تكون عندك واحد النيه زوينه الحمد لله شي الا كانت المعنويات ديالك مرتفعه المرض يتشافى بواحد السرعه الحمد لله ولا كانت المعنويات ديالك سيئه يعني شنو انت ديما حاقر راسك ديما تقول انا خايب ديما تقول انا عماه علاه ماشي انا علاش انا كسول تقول ديما انا علاش هاد الحظ عندنا سيء كون متاكد واخا تكون صحيح غتمرض كون متاكد واحد الاستاذ جامعي الله يذكره بخير كان حكى لينا الله اعلم قال لا مات سميتو حبريش كان قرانا في الدار البيضاء
كنا معاه بحال كو حكينا واحد القصه بانه ملي كان طالب اتفقوا هما واحد 10 طلبه بحال كو على واحد صاحبهم. اش قالوا؟ اللي جا عنده تيقول ليه انت مال وجهك ضعاف، فهمتي؟ تيجي عند الاخر واش يقول له؟ انت مال وجهك ضعاف. الاخر تيجي عند السيد هو يدوز واحد المده ويضعف بصح شنو حس؟ تيقول لي ويلي علاش انا كلشي ديال التلاقه ما يقول لي هاد الكلمه؟ واش فهمتي التاثير ديال الكلمه ولا لا؟ شو الكلمه شنو تدير؟ يعني الانسان ما خاصوش يعبأ ويديها في الكلام ديال الناس، تكون عنده معنويات ديالو صحيحه ولكن طبيعه في حق. ماشي يقول لك اه برافو عليك يلا اتكل لي على الناس يلا بدا دير، ودي يقول لك قصف لي هذا وضرب لي هذا وجر لي هذا وفهمتي وسمسر لي هذا. لا، ماشي تكون عندك معنويات قويه فهاد، لا تكون عندك معنويات قويه لان الله سبحانه وتعالى غيجعل لك شي فوسي تطيح فيه هنا. الحمد لله الانسان تيبقى يجمع في الاخر تيطيح بحالو. هادي يكون مأكد، واخا تكون عندك معنويات كبيره ولكن انت كمسلم اولا خاص تحضر راسك، ما خاصكش تطيح في هاد المشاكل. والاسلام تيجي لهاد المساله، فهمتي؟ الاسلام تيحتك على هاد المساله ان ما تيخليكش عرضه للاخرين. الاسلام تيبغيك تكون عندك واحد المقومات كبيره في الداخل ديالك. اذا هاد السيد هاد اللي جا عند هاد السيد اللي في الصخيرات ملي قال له دير انا عندي الصيده، الاخر جاي شاك في راسو عنده الصيده وضعاف. اذا علاش؟ لانه هو مشى عند واحد طبيب في الدار البيضاء، وهذاك الطبيب لقى ملي دار له واحد التحليله قال له انت عندك لي سامطوم، يعني شنو هما دوك المؤشرات الاولى ديال الصيده. ولكن المؤشرات الاولى يعني واحد لي سين، واحد العلامات تيبانوا في الاول. بحال دابا انت تاتك حب، تنقولوا انت قدر يكون عندك مرض الصدر، ولكن تقدر تكون حاجه اخرى، تكون شي حاجه وحلالك، فهمتي؟ اذا هاد السيد ملي قالوا عندك انت المؤثرات، عندك المؤشرات ديال الصيده، ولكن راه خاصك واحد التحليله اخرى هي اللي غتاكد. الصيده الله يستر واحد الفيروس ديال ضعف المناعه الجسميه ديال الانسان، فهمتي؟ هو قسمي تضعف في الجسم. اشنو تي من بعد انت راه غتقرا بان الدم ديالنا فيه جوج ديال النوع ديال الكريات. كاين الكريات الحمراء تتنقل الاكسجين الماكله للاعضاء ديالنا، الخلايا، هاد الخلايا اللي تتقرا عليهم راه كاين الدم تيدور تيضوء تيفرق عليهم شنو خاصهم ياكلوا باش يبقاو ديما يقتاتوا، فهمتي؟ والاكسجين وتياخذ الفضلات ديالهم وتيخرجوا هذاك الدم ديالنا، تيديهم الكلاوي يتصفى وتيدي الريه يتصفى، تنولي نخرجوا ثاني اكسيد الكربون، تنخرجوا تيمشي الكليتين تيصفي تيخرج، تنخرجوا على شكل بول وتيبقى الشيء الاخر نقي تيرجع للخلايا، فهمتي؟ عندك الدم عندنا على شكل بحال شي واد تيدي المسائل الخايبه ويجيب الحاجه الزوينه، فهمتي؟ المهم هادشي غتعرفوا من بعد. ولكن في الدم ديالنا شنو فيه؟ فيه واحد الكريات بيضاء، شنو الدور ديالهم؟ فيما تيتقاس الانسان بشي مرض تيهاجمو هما داك المرض، دخل شي فيروس تيهاجموه، الفيروس يدخل الى باش ينتشر لك في الجسم ديالك غياكل لك الخلايا غيكذا وغيضعفك، فهمتي؟ ويقضي عليك. اذا هذاك الفيروس تيهاجموه دوك لي جلوبيل بلون، يعني هما الكريات البيضاء. بالنسبه لمرض نقص المناعه ياك اللي هو هذا سميتو الصيده، تيقضي على هذوك الكريات البيضاء، يعني واخا يدخل فيروس يبقى يلعب عندك كما بغى. يعني هذا الفيروس ديال نقص المناعه شنو تيدير؟ تيمشي للكريات البيضاء تيقتلهم ديال الانسان. اذا اش تيوقع؟ الانسان تيبقى بلا دفاع، بحال الجسم ديالك كان عنده واحد الجيش تيحميك، تيحميه من داك الامراض الى اخره. دابا المرض اللي جاي يدخل بحال المدينه كيكون عنده شي الامن وداك الشيء، حتى هو تماما تحنا الجسم ديالنا راه بحال هكاك فيه. دابا نتصور بحال دابا تجرحتي ولا دقاتك واحد الشوكه ما تتقيحش؟ راه كتقول اح لا، واش من بعد خليتيها ما حيدتيهاش واش تقيح ولا لا؟ شنو تقيح؟ تولي فيها القيح، فهمتي؟ بحال دابا هادي جرحه هي شتيها هاي، شوف الجنب ديالها واش كاين القيح ولا لا؟ ها يعني كتقصح؟ لا راه ابيض، راه ابيض. الا فقز داك البيض اش غيخرج؟ حتي هذا ايه البيض غادي يخرج الدم. من غير الدم تيخرج شي حاجه بيضاء، هذيك البيضه هي القيح، القيح. داك القيح شنو؟ هما الكريات البيضاء، فهمتي؟ هذاك القيح راه هما الكريات البيضاء. ملي تدقك شي شوكه تيبداو يتجمعوا عليها وتيبغيو يخرجوها، واش تيديروا دوك الكريات البيضاء؟
تنتحروا معها تقول لي حنا وانتي غنخرجوا فهمتي يعني تي تخرجوا من الجسم يعني تي غامروا براسهم وتخرجوا فهمتي لا يعني عندهم بحال تيقوموا بحال العمليات فدائيه ضد داك الفيروس ضد داك ديك الشوكه او اي حاجه اي حاجه ما يخليوهاش تدخل الجسم ولكن لا كان عندك دوك الكريات البيضاء قلال او ما كاينينش منعدمين اذا اش غيوقع اي حاجه غتدخل ياك اذا نجيوك نرجعوا للقصه ديالنا رجع تدخل وتقدال نرجعوا للقصه ديالنا هذاك السيد ملي دار التحليلات عند داك الطبيب اللي في الدار البيضاء شنو وقع له قال له انت راه عندك لي سامبتوم ديالاش ديال الصيدا ولكن خاصك دير تحليلات اخرين باش نتاكدوا من الامر هو ملي عرف دوك الفلوس خاصو فلوس كثيره باش يدير التحليلات اللي من بعد اشنو عمل جا بقى شحال هو في الدار بقى هو ولد مراكش بقى شحال هو ما قادرش هو طالب ما قدرش يدير التحليلات في اخر المطاف سمع بهذا السيد ديال الصخيرات وجا عنده اذا اشنو قال له سير صافي راك خديتي البركه ودوز عليه قال له سير دابا دير التحليلات ملي رجع ديال الدار البيضاء عاود دار له داك الكشف شنو لقى لقى ما كاين حتى حاجه رجع هذاك خينا قال له ديرها بالصح راه ما بقى حتى حاجه اذا اش قال لك خياتنا الناس قال لهم ها نتوما ها هو السيد بالوراق ديالو ها هو عنده بانه كان عنده الصيدا ها هو قول لهم قال لي والله لا تشافيت انا في الاول راه قال لي السيد عندي علامات الصيدا ودابا راه ما قال ما كان اذا اش غيوقع للناس كلهم غيطيحوا والحقيقه ان واحد القناه دارت تحقيق ورجعت عندك الطبيب وقالت له واش بصح هاد السيد اللي مشى شاف هذاك السيد في الصخيرات واش بصح كانت عنده الصيدا راه قال لك جا عندك وكنتي قلت له قال لهم لا انا قلت له عندك غير العلامات ديالها ما قلتليش بان عندك الصيدا باش نقول لي بان عندك الصيدا خاصو يدير التحليلات الثانيين هو واش دار التحليلات الثانيين ما دارهمش فهمتي المشكله في كاينه ولا لا اذا هذه تلعبوا عليها الدجالين ولا الاشاره عندي واحد الدري صاحبي حدا هاد السيد فهمتي يعرفه معرفه لدرجه انه وراني في راسو كاينه واحد الجرحه قال لي هذه راه ضاربني ولادو ملي كنت صغير ياك يعرفه جيدا بانه كان عنده هو شي خلل هذا السيد وتصور هذا بهذا الخلل ديالو وبهذا الجرأه اللي فيه استطاع يخدع بزاف ديال الناس وقال لهم مشيت البوسنه والهيرساك وشنو دارت وكذا وتعرموا عليا وشنو عطاوني شنو شوف الهدايا اللي جابوا ليا يعني تيحاول ما امكن انه يستغل هاد الجهل ديال الناس حتى لا كانت عندك مثلا عقيده صحيحه واش غتامن بهذا السيد لا غتامنش بيدير ليك ولو يكون يشاف ورانا عقيده فاسده علاش لان هذوك الناس الاكثر ديال بعض الناس يقول لهم كيفاش تيسولهم تيقول كيفاش تيقول لي وليت شويه اشني شويه راه غير حيت هو من كثرة ما شاف هو دوك الناس تيجي والى اخره يعني بحال لقى واحد ارتياح واحد الراحه فهمتي وهو تيزيد تي عنده واحد القوه في الكلام ديالو هكذا وراه شوفوا الناس واش درنا انا واش درت ليه وانا خاصك غير كذا وكونوا مأكدين وانا راه عندي يدي تضرب على 30 متر وعلى 40 متر هضره شنو حتى شي كون كان بصح كون جات النازه هنا الحمد لله هضره خاويه الحمد لله